ارتفع نمو استهلاك وقود السرغاز أو الغاز المميع في الجزائر إلى 28% حتى شهر سبتمبر 2017 بكميات فاقت 300 ألف طن، وخلال هذه السنة قام المستهلكون بتحويل أكثر من 40 ألف سيارة نحو استخدام وقود السرغاز، وذلك بناء على البيانات التي قدمها الرئيس المدير العام لنفطال. جي بي ال سي رانا نكونسومي دركا كلك شوز 350 ألف طن أبوفري، يعني ما زلنا بعاد. دونك جيسكا 2022 على هوريزون 2022 نو زالون اتر 500 ولا 600 مليون دو دينار. Le programme d'investissement, on l'a dit, il sera maintenu. Il ne sera pas affecté par la crise. وكالة ضبط المحروقات رصدت انخفاضا في استهلاك البنزين والمازوت بنهاية 2016 بنسبة 2.5%، وتتوقع خلال السنة المقبلة أن يتواصل انخفاض الطلب على هذا الوقود ليصل إلى 5%، بينما سيحقق السرغاز أداء أفضل. Si on continue, si on va fixer le prix du GPLC à 9 dinars et on va augmenter en 2018, on aura quand même quelque chose comme 500 000 tonnes de consommation du GPLC. Une augmentation des prix, il y aura sûrement une baisse de la consommation des carburants et on va en profiter pour booster la consommation du GPLC. Pourcentage à peu près 4 à 5%. ولكن تحقيق الأرقام المستقبلية التي تسعى إليها الحكومة في توسيع إنجاز محطات السرغاز تصطدم بعنف مع الإجراءات البيروقراطية حسب اتحاد محطات الوقود الخاصة. قادرين يستعملوا الخزان تحت الأرض، ولكن القوانين يعني جايين شوية ثقال باش يمكنك استثمار في هذا الميدان. احنا نطلبوا باش يراجعوا هذه القوانين، يسمعوا بالميدان، لازم يتصلوا بنا نعطوا لهم يعني المعلومات عن الضغوطات اللي كونترنت اللي كاين. خلال هذه السنة استوردت الجزائر حوالي 1,000,000 طن من البنزين بسبب ضعف قدراتها التكريرية، حجم استيراد كبير كبد الخزينة أموال كبيرة بالعملة الصعبة.